طبعا الواحد لما بيبقى بيشارك في حفلات الاوبرا ببقى مبسوط جدا طبعا، لان الاوبرا من الاماكن الجميله وجمهورها اجمل، فلا ببقى سعيد طبعا. وبنحضر بقى بروفات قبليها، حسب لو بقالنا كتير ما عملناش بروفات بنعمل بروفتين قبليها مكثفين وبس. والواحد مبسوط ان هو معايا طبعا عازفين شاطرين بيعرفوا يوصلوا معايا الرؤيه اللي احنا عايزين نعملها. احنا ممكن البروفا لا ممكن تقعد 3 4 يعني، لو بقالنا كتير بنقعد 5 ساعات، لو بقالنا من قريب مثلا حفله لا ممكن 3 ساعات مثلا. بالنسبه لي ان انت تيجي مكان انت عارف ان كل اللي بيترد عليه ده ناس مختاره، منها توثيق للثقافه، منها انت بتوصل موسيقى او جميع انواع الفنون الراقيه والمختلفه، ده لا يعني ده طبعا مكان. يعني انا فاكر من 4 سنين دي كانت من احلامي ان انا عايز العب في الاوبرا، فلا طبعا لا يعني مكان انا سعيد ان انا جزء منه. النهارده الحفله كلها موسيقيه، مقطوعات موسيقيه من الحاجات القديمه والجديده، في اعاده توزيعات لكذا حاجه، معايا ضيف النهارده بيلعب اللي هي اله الدودوك اللي هي الاله الارميني، والنهارده هيبقى برضو من اوائل المرات اللي هلعب فيها مقطوعه اللي انا عملتها في مهرجان القاهره للدراما، فالنهارده برضو دي من الحاجات الجديده. حضرت له قبل كده في المسرح الصغير في دار الاوبرا، فدي تاني مره احضر له. والله المقارنه بين الاثنين يعني مش صح، لان كل مجال فيهم ليه حلاوته، الفن القديم وان هما بيعزفوا لايف وقدام حضرتك الالات، والفن الشرقي القديم طبعا كان ليه جماله وتذوقه. دلوقتي الالات الالكترونكس اللي دخلت والتكنولوجي اللي فيها مخليها طبعا الموسيقى ليها طبع مختلف، فده ابداع وده مجال تاني للابداع، الاثنين حلوين. الأوبرا على طول بتقدم حفلات متنوعة لمطربين متنوعين، سواء فرق كبيرة زي فرقة عبد الحليم نويرة مثلا، أو مطربين زي مي عمر، فطبعا ده بيوثق للفن القديم. الحفلات بتاعت مي عمر بالذات طبعا إعادة أغاني السيدة أم كلثوم فبيبقى رائع جدا، وفرقة عبد الحليم نويرة والتراث العربي القديم دوت بيبقى إعادة للأغاني لما بيعملوا حفلات زي في ذكرى بليغ حمدي أو في ذكرى محمد فوزي. الحفلات دي كلها بتأكد وجود الفن دوت واستمراره، يعني ليه معجبين ومتذوقين لحد النهاردة. أنا بحب عامة مستر هشام قوي، بحب التراكس بتاعته وبحس إن هي سوفت قوي وقريبة من القلب، وموسيقته فعلا فعلا حلوة قوي وانترستينج فعلا، حتى القديم والجديد، بس الجديد مش كل حاجة. يعني أنا مثلا في القديم بحب مثلا أحضر حفلات بتاعة الموسيقى العربية اللي بتتعمل في الأوبرا، وبحب برضو منال محي الدين أحضر لها، وبالنسبة يمكن أكتر واحد أنا بسمع له هو دلوقتي هو هشام خرمة، وكذا برضو كومبوزر تيمز أنا مش فاكرة إيهم، بس هو أكتر واحد برضو بحب أسمعه. معروف إن دار الأوبرا عامة في أي بلد هي الإمباسدر أو السفير أو المعبر عن الفن ده اللي بيخص البلد دي، فلما حفلة أو حفلات تتعمل في دار الأوبرا المصرية أنت مش بتوجه أو أنت ما بتتكلمش فقط للشعب المصري الموجود، لأ أنت بتتكلم لو في أجانب طبعا بيجوا يحضروا عشان يتعرفوا على الموسيقى بتاعتنا أو الفن بتاعنا، زي في نفس الوقت ما في حفلات معينة زي الأوبرا الإيطالي هنا ساعات في حاجات بتتعمل فيها، هنا الباليه نفس الموضوع بيتعمل هنا، فإحنا برضو نتعرف على ثقافات الناس دي، فأنا أعتقد إن هي بالظبط ماشية في الجهتين أو في الناحيتين. إن شاء الله تكون حفلة لطيفة، أكيد أي حاجة فيها لايف ميوزك سبيشالي لو كمان المؤلف حد زي هشام يعني هتبقى شيء جميل جدا إن شاء الله. يعني ده حلو وده حلو، ده له وقته وده له وقته، لكن إجمالا الناس اللي زي كده أكيد بنحن برضو للحاجات القديمة أكتر يعني إلى حد ما. أنا عن نفسي بستنى جدا جدا حفلات الأوبرا بالذات، لأن هي بتجيب ناس فن نقدر نقعد نسمعه ونستمتع بالوقت اللي هنقضيه فيها. يعني حفلة هشام خرمة أنا حضرت له قبل كده، كنت سمعت التراك بتاعه مراكش وقعدت أدور وراه لحد ما عرفت أنه هو المؤلف بس، وبعدين حضرت له حفلة في اسكندرية في الأوبرا برضو بس، ودي تاني حفلة أحضر. هو أنا عمدًا بفضل للميوزك سواء قديم أو حديث، يعني مش بميل قوي للغنى أن أنا أحضر حفلة غنى أكتر ما أحضر حفلة ميوزك بس، سواء قديم أو جديد. يعني دار الأوبرا دايماً بتهتم بالحاجات التراث، يعني وإن إحنا بنحيي الحاجات القديمة سواء لأم كلثوم فريد الأطرش أند سو أون، يعني
فديفينتلي يعني الاوبرا هي اكتر حد ممكن يساعد في في احياء التراث بتاعنا يعني. فدورها مهم جدا يعني. بحس ان الموسيقى بتاعته مختلفه وبتدخلنا في عالم مختلف تماما يعني عن المزيكا اللي دايما بنسمعها. انا بحب الاثنين، عشان كده بحب اسمع لهشام، لان هو بيعمل مزيج بين الاثنين، الموسيقى الشرقيه والميوزك الالكترونيك الجديده، فبيعجبني المزج اللي هو بيعمله. بيقدم دايما الحفلات اللي دار الاوبرا بتعملها دايما بتقدم للاجيال الصغيره الحاجات القديمه اللي احنا اتربينا عليها زمان يعني.